وللقاء مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من دبي المحلل السياسي عبد الله المطوع. سيد المطوع، دول الخليج أخذت ردة فعل على الممارسات القطرية في الخليج والدول العربية قبل إعلان قطع هذه العلاقات، برأيك ما الذي كانت تعول عليه السعودية والبحرين والإمارات حتى تعود قطر إلى الصف الخليجي؟ بداية شكرا لك وكل عام وأنتم بخير ومشاهدين قناة البحرين بكل خير بمناسبة شهر رمضان الكريم. حقيقة يعني يوم صعب ومعزوم، هو نتج عن تراكم سنوات من تحريض دولة قطر الشقيقة على أشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي، وأخص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين. يعني أقف قليلا عند مملكة البحرين الشقيقة، ربما كان يعني في السنوات الماضية طلبات متتالية من قبل مملكة البحرين الشقيقة في موضوع التجنيس السنة لدى قطر، وكانت محاولات لزعزعة أمن واستقرار البحرين من قبل قطر الشقيقة إحدى الملفات الهامة التي كانت تطرح على طاولة الاجتماعات. وكانت زيارة رئيس الوزراء البحريني الأخيرة كانت مؤشر إيجابي بتحسن هذه العلاقات والهجمات التي من حين إلى حين إعلاميا للبحرين، وما يحدث من اضطرابات أمنية لدى جماعات إرهابية في المملكة البحرين الشقيقة على سبيل المثال. لكن اليوم احنا نشاهد عنوان إلى أين تذهب قطر. نعم، يعني في سياق ما تذكره أخ عبد الله المطوع، يعني أي ثمن سياسي ستدفعه قطر بعد عزلها خليجيا؟ حقيقة الثمن ستدفعه قطر، حكومة قطر وسياسة قطر وإعلام قطر إلى الابتعاد عن الحضن الخليجي، ولكن بقيادة المملكة العربية السعودية والملك سلمان تحديدا وقادة دول مجلس التعاون الخليجي الكرام سوف لا يرضون بابتعاد قطر عن الحضن الخليجي، وهذا ما يراهن عليه قادة الخليج بعودة قطر، لكن بعد توقفها عن سياساتها التطرفية. نعم. في تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من التمويلات التي أصبحت اليوم يعني واضحة لدى الجميع. أعتقد الكل يشاهد ما زالت قطر تكابر إعلاميا. يعني قبل قليل كنت أتابع عدد من التقارير الإعلامية لدى قناة الجزيرة من المقر الرئيسي في قطر وتكابرها على الوضع الذي يحدث الآن. نحن نراقب بشدة ونتابع ما يحدث هناك في قطر. أعتقد لو نرجع إلى عقدين من الزمن ونشاهد ما حدث في الربيع العربي في المنطقة وتحكم قطر واندفاعها وتغريدها خارج السرب الخليجي في دعمها لبعض الحركات الفوضوية والإرهابية في تونس في مصر وليبيا وغيرها، أعتقد كان واضحا من خلال دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتفرعة. أخي العزيز، نحن الآن أمام وقفة وصوت خليجي واحد. لابد أن تعود قطر سياسيا ودولة إلى حضن الخليج العربي وتغريدها نحو النظرة الثاقبة الذي وضعتها القيادة الخليجية في مستقبل وأمن المنطقة والابتعاد عن الحضن الإيراني والتي نهجته مع الجماعات الإرهابية، إن كانت في إيران وإن كان في حزب الله وإن كان في حماس وإن كان جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واحتضانها لعدد من المطلوبين دوليا وليس فقط. أعتقد أقف قبل قليل أيضا تصريح واضح لوزارة الخارجية الأمريكية بأن ما يحدث في قطر الآن هو يقلق الأمن العام في المنطقة وأيضا المصالح الأمريكية في المنطقة. أخي العزيز، نحن ليس لدينا مثل ما يناشد أشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي عداوة أو مشكلة مع الشعب القطري، بل هو من صميم
المنطقة الخليجية الشعب القطري، وهو متأصل من أبناء دول الخليج، ولكن نحن لدينا مشكلة واضحة وسياسية واضحة لدى الجميع، ونتحدث برؤية واضحة وشفافية واضحة بأن السياسة القطرية غير واضحة ومتذبذبة في المنطقة. ليست قطر تخدم من؟ مصالح من؟ مصالح المنطقة الخليج أم مصالح إيران والجماعات الإرهابية في المنطقة؟ سيد المطوع، الآن يعني في سياق ما ذكرتها أيضا، لو رجعنا قليلا إلى الوراء، الممارسات القطرية طوال السنوات الماضية ألغت اتفاق الرياض الذي وقع في عام 2014. صراحة كان لقطر فرص عديدة حتى تصحح من سياستها من خلال هذا الاتفاق. برأيك سيد المطوع، ما الذي جعل قطر تراوغ أو تجعل من هذا الاتفاق حبر على ورق، صح التعبير؟ حقيقي مخرجات العمل الخليجي والبيت الخليجي من قمم الرياض ومن قمم المملكة العربية السعودية الثلاث التي انتهت وأجدل الستار عنها قبل تقريبا 3 أسابيع من الآن، كانت تصب في مصلحة أمن ومصلحة أمن دول مجلس التعاون وأمن المواطن الخليجي. قطر أرادت أن تنتهج مسار مخالف لسياسة دول منطقة الخليج. اليوم المخرجات لقمم الرياض والقمم الأخرى والعهود التي كانت ما زالت على أيدي القطريين وفي ملعبهم للرجوع وللرجوع للاتفاقيات التي وضعت والنهوض بمستقبل المنطقة، أعتقد قطر لماذا كلنا نسأل لماذا تنتهج هذا النهج. أخي العزيز، لا ننسى أن أمن منطقة الخليج أمن خط أحمر لدى الجميع. طيب. وزعزعته هو يعني خط أحمر أيضا لقادة دول الخليج ودول العالم. سيد المطوع، الآن يعني أنت كمحلل سياسي، واعذرني على المقاطعة، أنتم كمحللين سياسيين، برأيك الشخصي هل هي أجندة قطرية أم يعني أنها أجندات لجهات أخرى ربما قد تكون خارجية؟ اليوم ليس هناك أي تعاطفا، لابد أن يكون هناك صوت العقل والحكمة من قبل الجميع. قطر تطبق أجندة ليست أجندة خليجية وليست أجندة عربية. قطر تطبق أجندة إيرانية فارسية في المنطقة. قطر لما تعمل على تجنيس عدد كبير من البحرينيين السنة، لماذا؟ لقلب الموازين في البحرين بأن الشيعة هم الأغلبية في مملكة البحرين الشقيقة. هذا أحد الملفات الواضحة لديكم في البحرين ولدينا في دول مجلس التعاون الخليجي. قطر لما تحتوي مقر جماعة طالبان في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نحارب طالبان والعالم يضع طالبان في منظمة الإرهاب الدولي، قطر لما تأخذ القادة الإخوان المسلمين الجماعة الإرهابية وتحتضنهم وتعادي مصر الشقيق الأكبر العربي وتعادي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وتعمل على زرع الفتن. أخي العزيز، اليوم شاهدنا تقارير مؤسف لدى المملكة العربية السعودية تكشف عن بعض الملفات التي لديها بتعاون قوي من قبل القطريين في التحالف العربي لليمن الشقيق. يعني الآن قطر تدخل بعدد من الجنود في التحالف العربي لإعادة الشرعية وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، ومن الجانب الآخر تعمل على تمويل وتقديم الدعم المادي والعسكري لدى الجماعات المسلحة الحوثية والانقلابية علي عبد الله صالح. أخي العزيز، اليوم صوت العقل القطري لابد أن يعلو على الفوضى التي تحصل في قطر. أعتقد حكماء قطر اليوم لديهم الفرصة الذهبية وما أسميها أنا شخصيا طوق النجاة الأخير يا قطر. نعم. طوق النجاة الأخير يا قطر بعودتك عودة كاملة إلى حضن الخليج العربي بقيادة الشقيق الأكبر المملكة العربية السعودية. أعتقد لا منازع ولا هناك نقاش حول عودة قطر إلى سياسة المنطقة، ولن تترك دول المنطقة دول الخليج العربي بأن تذهب قطر إلى أحضان الملالي وأحضان فارس. نعم. لأننا اليوم تفضل. نعم. إذا من دبي المحلل السياسي السيد عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك، كنت معي على الهواء مباشرة.